إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. لو كانت السيدة نهى اسمها أنا عائشة قلتها وجابها دلوقتي اسمها لو دميانة كان كمان دلوقتي حقك البطلة المغوارة اللي هيكون خدت نفس عيالها. رأيي اللي ياخد قرار في حياته تحملها. كدابة هاني وبقولها لها هاني اهو في لو الوش، سمح، لا 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 ما يا هاني عندناش هاني حالات لو نصوص سمح عشان امسيح لو سمح وعارف. انت على صفحتي بعد إذن. طيب بس انا عايز اقول كلمتين، انا جاي اقول كلمتين محددتين بس لو سمحت. رقم واحد، معلش مع احترامي يعني، البث دخل في موضوع دين وغيرتي ليه وصحيتي من النوم الساعه كام، الكلام ده كله نفس لا خالص على فرهاد. فكره وليه ابعاد جايين تانية نتكلم يعني. الكتاب بعد اذن حضرتك هخلص الكلام بتاعي وبعد حضرتك ليكي مطلق اتفضل. الحريه تتكلمي ما شئتي. رسالة بولس الرسول بتقول احترموا السلطات والرئاسات، صح؟ الست دي بعيدا عن تصرفها مسؤول مبلول محلول، معاها امر تنفيذي حكومي، احترموا الرئاسات يا قبط. مش بتحبوا السيسي؟ مش بتحبوا الدولة؟ الدولة جايب لكم القرار. الولاد الثلاث ولاد ما خدتش ثلاث بنات، ما هو لو الاسلام برضو الدين الاسمى والدين الاكبر والكلام ده هو كان خدت السته، لكن دي جت على الثلاث عيال الصغيرين، لان القانون شايف ان الام في تلك المرحله بعيدا عن الدين هتكون احسن في الرعايه والعنايه باولادها. فاتقسمت الدوله، اتقسمت الدوله نص، انتوا تاخد ثلاثه اللي هم البنات كبار، ودي هتاخد الثلاث عيال. لا، ابو شكك ابو هسس دول هيسلموا الدين، مع ان ما بيطبقوش الدين بربع جنيه، بس مش مشكله. جينا نقول ايه؟ طب خلاص اتكلمنا مع نوها انا وحضرتك قبل البث ده بفتره. ايوه بقول لك ايه يا نوها، حته ان انت تبقي حاضنه انسيها، انت عايزه ايه؟ قالت اشوفه والمس كفوفه، اشوف ابني اللي كبر، اشوف ابني، ما انا كمان ام وكنت في يوم من الايام مسيحيه. وحضرتك عارفه وانا عارف ان الملاجئ اقذر اماكن خلقها ربك وفيها بشر مرضى نفسيين. اسف يا غاده، اسف. انا عارفه انا بحكم شغلي في الشؤون الاجتماعيه عارفه الكلام ده. واحنا كنا بنروح ايام الخدمه، ثانيه واحده بعد اذنك، واحنا كنا بنروح ايام الخدمه ما كناش بنلاقيهم مضاف. مره من المرات كنت في ملجأ عباره عن شقه واحده دور ارضي قدام حدائق الميرلاند في مصر الجديده، ورحمه ابويا ما بكذب، دخلت العيال ريحه اللي خلفوها قرف، فاحنا جايين نخدم بقى هنحميهم في عز الشتاء، مليالي بانيو معفن بميه ساقعه ومدياني صابونه غسيل. حمي ايه؟ خرب بيت ابوك انت بتستحمي كده؟ رحت طيران على الصيدليه وجبنا ديتول وي 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 وظبطنا الدنيا. لكن الكلام ده احنا كنا مجموعه شباب من نفسنا. ده بيتعمل في ولاد نهى، والاب قاعد ما يقوليش بقى عشان خايف من المسلمين يجوا ياكلوه، يجي يقرقشوه. القانون مش القانون، طب ما القانون ممكن يقول لك خلاص خد الثلاث عيال واحنا نخطف الثلاث موزز دول. القانون ما عملش كده ليه؟ يعني المسلمين احترموا القانون ومش عايزين غير الثلاث عيال، والنهارده بنتفاوض ان هو تشوفهم رؤيه، تتنازل عن الحضانه يا سيدي، تشوفهم رؤيه وان تايم ان ذا مانث، تشوفهم تبوس ايديهم تاخدهم في حضنها، تاخد عيل من العيال تشوفه، ايه ده حبيبي انت جسمك حلو يا بابا، انت ما عندكش جرب، انت كويس، انت بتاكل، انت بتشرب، انت عارفني. لكن ما يتقالش ان الام وهي عايشه ان هي خلاص سافرت عند بابا يسوع. كونوا بني ادمين شويه، بطلوا شغل الغجر وادعاء المظلوميه، كونوا بشر، كونوا بشر، بطلوا تبقوا بقر.
احتضنوا الموضوع ان ام عايزه تشوف عيالها. مش بنتكلم النهارده في صراع اهلي وزمالك، مش بنتكلم في صراع حروب، مش بنتكلم في ان العيال هيعدوا الجيش الثاني وهيبقوا مع العديو. سنه 73 كان اللي بيحارب مسيحي جنب مسلم. وقت ما قامت ثوره 25 يناير كانوا المسلمين بيصلوا والمسيحيين كنا واقفين دروع بشريه ليهم معاهم، وكنا بنجيب لهم ميه عشان نوضيهم. ايه ولا ده لزوم لا. الكاميرا لا. ده لزوم الشو. لكن هقول لك يا هاني نفس الفكره اللي انا قلتها اهلي وزمالك. لما مصر بتلعب بيبقى المنتخب بيلعب، فالاهلي والزمالك بيشجع المنتخب. ده على مستوى كره القدم يا استاذه. ابويا زملكاوي صميم وانا اهلاوي صميم وما ضربتش بره البيت. احنا قسمناها فرق. ابويا انا بصي، انا عيل مرق كده من وانا صغير، انا طالع اهلاوي بحب الاهلي جدا، وبابا زملكاوي زملكاوي الى اقصى درجه. ما حرمنيش من المصروف ولا طردني ولا ضربني عشان الاهلي كسبهم. صح. بس في خناقات. صح. ما موتنيش عشان انا طلعت اهلاوي. ووالدتي ما انا بكلمها وانا دلوقتي لاديني ولساني اطول مني، طولي 190 سنتي ولساني اكتر من 200 سنتي، من 2 متر وشويه ولا 10 متر. لكن ماما عادي بتتكلم معايا. لازم نتكلم في حته حاجات انسانيه مش هنعرف نعديها. ام مش طالبه حاجه عشان الهسس، بتحترم الهسس والمخ ده، وبتقول اشوف عيالي، اشوفهم بقى تحت حراسه البوليس، اشوفهم وانتوا قاعدين معاهم، مش عايز اخدهم على جنب. نتكلم في النقطه دي، ودي كمبادره ان احنا نقول ان احنا واحد، كلكم حاملين الجنسيه المصريه. ما تدعوش ان انتوا بني ادمين وانتوا مش قادرين تيجوا ناحيه ابسط حته. الواحد لما بيشوف ناشونال جيوغرافيك جسمه بيتهز، لما الاقي مثلا اسد من طبيعته انه ياكل، ويلاقي مثلا غزاله صغيره لسه مولوده وما ياكلهاش، يتعفف ياكلها، بل بالعكس يدللها ويحوط عليها عشان ما حدش ياكلها. سبحان الله. وبعدين القانون بيقول، الانجيل عندك بيقول اللي هو دستورك الشرعي بيقول لك ايه؟ احترموا السلطات والرئاسات والسلاطين والبطيخ والكلام ده. وانتوا طلعتوا في 30/6 وقلتوا الدوله ومش عاوزين نبقى ضد، وعايزين نبقى ضد الاخوان وهيخربوا مصر واحنا مصر رقم واحد. اوكي انا ما بشككش في ده. انتوا ناس وطنيين اخر اربع حاجات. كملوا نظام الوطنيه، قانون طلع على الاقل يا سيدي الفاضل، يا الاب يا الاب على الورق بس، اعمل استئناف، اعترض يا اخي، هات محامي. عارف انها خسران، عارف انها خسران عشان كده مش بيعترض. عارف انها خسران، ما تقوليش ان هي خسرانه، هو مرة مش هيرفع يا استاذ هاني. طيب خليني بس، ما هو مش هيرفع ليه بقى؟ على حاجه هنا صراحه، المبادره المصريه انا مش عارفه اشوف عشان الاضاءه، بان حكم المحكمه النقض الصادر امس والذي يقتضي بحق السيده كاميليا لطفي في حضانه طفليها التوام اندرو مش عارفه والثاني ايه مش فاكره مش شايفه. يا الموضوع اللي بقى له اكتر من 10 سنين ده، رغم اعلان والدهما تحولوا الى الاسلام مش عارفه ايه، ايجابيه تشكل انتصارا لوالد الطفل. يعني بمعنى اصح ان هو يعني الام خدت العيال رغم ان الام مسيحيه. اذا تنافى الموضوع في حته الدين الاسمى. اذا الموضوع باختصار ايه؟ الموضوع باختصار ايه؟ ان السيده كاميليا، ثانيه واحده يا استاذه، ملهاش علاقه بقى بالام دينيا، ليها علاقه بايه؟ ان الام كانت شجاعه، نضلت، عايزه عيال يا اولاد التيت، خدت عيال، القانون تم تنفيذه، حارب تاخد. اذا كان الاعدام حكم الاعدام مش نهائي، لسه في استئناف ولسه في نقض. ازاي اب ينام وعياله في ملاجئ؟ ما هو يقدر يجيب شقه في مكان ما ويخبيهم، لكن الاب مستمتع بدور الضحيه، لان الدور ده بتاع التمثيليات.
نقطة تانية أنا عايز أخش على محمد رحومة، لأن محمد رحومة قاسم مشترك ما بين موضوع الأستاذة نهى والسيدة مريم أيوب. محمد رحومة مجرد تاجر، تاجر. ولما جت السيدة نهى بتستشيرني أو بتختبرني قلت لها يا بنتي لا مفيش، عيالك مش موجودين، محمد رحومة ما يعرفش أصلا مكان عيالك فين. انت حضرتك شايف كده؟ قلت لها اه. هتسافري للدين، هتعملي فيديو يهدي بمصداقيتك، يعلي بيه اسهمه، وبعد كده مامي في العش ولا طار. صح صح يا استاذه نهى. يعني حضرتك يعني انا هي بتكلمني بتقول لي انا حضرتك شايف ان الموضوع كذب، قلت لها كاذب كاذبه كذوب، مفيش مفيش حاجه. ده شغله، ده بزنسه. الراجل ده هيقول نهى اللي هي بتقول انها مسلمه انا كسرتها والمسيح ظهر لها، خلاص الموضوع بقى الريتش يبقى عالي، حتى لو كله الناس هتخش تشتمه مش مشكله. وبعد كده لما نوع تقول انا اتخدعت فيه وطلع كذاب ابن 60 في 70 ترجع من لبنان بعد رحله خايبه، برضه هياخد في الريتش عالي. وهو هيقول ايه؟ اصلا كانت جايبه لي حزب الله، اصلا كانت جايبه لي العدو البتنجاني، اصلا كانت هيهجموا علينا، برغم ان معروف ان محمد رحمه ما بيروحش لبنان. يلا بالشفا. وقلت لها انا اعرف الكثير، محمد رحومه لو كان وداكي جورجيا كنت هقول لك في امل انه يجي لك ويقابلك شخصيا، او تركيا، لكن لبنان يبقى بيرميكي بيرميكي. طب والعيال؟ عيال مين بقى؟ احنا بنتكلم في تجاره. الريتش هيبقى كام؟ الفيديو هتفرج عليه كام الف؟ هيجيب لي قد ايه؟ هاخد عليه تبرعات قد ايه؟ كونوا انتوا بقى بني ادمين، كونوا انتوا اب وام. انا داخل في موضوع الاستاذ نهى شخصيا كأم مش ما عنديش رد للمسؤولية ولا اي حاجه تمام. انا راجل جاي بتكلم انسان. انا يا جماعه انا راجل انسان، مش ده انا مسيحي مش ده. سؤال صغير بس لو سمحت، عشان ده موقف وحصل قدامي وحصل قدامكم كلكم، بس انتوا الذاكره عندكم بخفه شويه. هو مين اللي خرج قال مسيحنا غير مسيحهم، كتابنا غير كتابهم والكلام ده؟ كان الشيخ محمد حسان كاهن أرثوذكسي. انا شفت المقطع ده. لا مش انت لوحدك اللي شفتي، كل الناس شافت. طب بلاش دي، مين اللي ما صلاش على زوج وزوجه لانهم كانوا بروستانت والقريه ما فيهاش كنيسه بروستانت، كانت مسجد ابو بكر؟ الكلام ده كان في المانيا. ما بلاش نعمل افلامات يعني، اصل احنا لو هنتكلم خلينا لو هنتكلم كمسيحيين هنتكلم لوحدينا كمسيحيين، وانا قلتها قبل كده انا من ضمن الناس اللي لا. وليه هو احنا بنقول كلام ايتين بلس؟ انا ما هنقول لك بنقول كلام كمسيحيين، فكل المسيحيين عارفين زي ما كل بص خلينا اذا نبقى نتكلم من غير اديان ونتكلم فأنا فكل الناس يعني. عارفين ان انا كمسيحيه ارثوذكسيه. استاذه نهى ابويا وامي لما ابويا وقلت الكلام ده كتير قوي، ومن ضمن الناس اللي كانوا معايا وطردوكي لانك بقيتي ادفانتست، والادفانتست طائفه مارقه خارقه لا تمثل المسيحيه. بس يا عم اهدى شويه، اديني فرصه اتكلم على فكره، اديني صفحتي اهدى شويه اتكلم. اوكي هيا ماشي، انا نفسك تتخانق اهدى بقى. فأنا يعني يعني لما ابويا توفى ما رضوش يصلوا عربيه ثالث. طب انا مسيحيه ارثوذكسيه يا جماعه؟ لا معلش اكيد انا عارف، فمش هنصلي ثالث. وانتوا هتصلوا على ابويا نفسه ولا اكيد صلاه الشكر؟ طيب انا منتظره رحمه من ناس زي كده مش بترحم نفسها، منتظره يرحموني انا. ثواني يا نوح، ثواني يا نوح بعد اذنك لو سمحت. انا عندي بس ايه كلمه، وما تزعلوش مني والله انا بحبكم وما بكرهش حد، لكن انا عندي كلمه صغيره بس. ما حدش فيكم يتحمل ان ابنه يغيب عنه نص ساعه. يعني وقت ما انا كنت في مصر وانا هنا في كندا وراجل عندي داخل على 46 سنه، والدتي للحظه دي انت فين انت فين امي انت فين انت فين ام حبيبه قلبي ام، رغم ان يعني اللي بينقل ليها عني مش احلى حاجه، يعني ان انا بعت المسيح وان انا الفظيع المريع،
لكن لازالت أم، واجبها عندي هنا كندا لانها امي وبحبها وبعشقها، ويوم ما هتروح الكنيسه الايطاليه انا اللي هوصلها، ما عنديش مشاكل. انا احسن منكم؟ لا يا عم، انتوا احسن مني مليون مره، بس وروني ده افعال. رساله يعقوب الرسول بتقول ايه؟ ايمان بدون افعال ميت. ايه عنده الفلوس ميت. ميت. طب وروني بقى ايه افعال الايمان بتاع حضرتك. رسالة يوحنا الأولى بتقول إزاي تقول إنك بتكره أخوك الذي تراه وإنت بتقول إنك بتحب الله الذي لا تراه. يا سيد الفاضل، جوهر الإيمان المسيحي كله قصة صغيرة رواها المسيح، السامري الصالح. مين السامري الصالح؟ كان حد محتقر من اليهود. اليهودي لو كان عدى جنب سامري كان بيروح يتوضى ويغتسل، بيعتبروهم نجس. لكن المسيح لما جاب القصة قال إن يهودي طلع عليه شخص، طلع عليه رصود جوع الروح، عدى عليه الأول كاهن بص له من بعيد وهرب، لاوي بص له من بعيد وهرب، جه السامري ده اللي شاله وضمده ووداه وطلع على حسابه. كونوا السامري الصالح، وإلا يبقى كلام الإنجيل فسكونيا، ويبقى هاني شلبي صح، اثبتوا ان انا غلط ونعمل دعوة ان نوعه تشوف عيالها، واثبتوا ان انا غلط. يسعدني ان انا غلط، يسعدني ان انا اكون غلط، كونوا انتوا صح، واعملوا دعوة نوعه انها تشوف عيالها. اثبت ان انت غلط واقول ان هي مش من حقها قانونا. انا خلاص انا معاكم، معلش يا نوعه اسمعيني للاخر، حتى لو ده يتنافى مع القانون او ده مع، انا ماليش دعوه بالقانون دلوقتي، مش فاهمه القانون بتاع الاسره اللي فيه تناقض للاديان. خلوني اقول ان القانون مش معناها، بس الرحمه بتقول ان الرحمه والانسانيه عندهم متنتن، مش من حقها تضم عيالها ليها، هي مش عايزه، عايزه تشوف. لا انا عايزه، بس هم اللي مش موافقين. تنزلت بتضمك، خليكي مش عايزه، خليكي مش عايزه علشان احنا مخونينك يا نهى. انا بجيبها لك على بلاط، انت عايز تاخدي الولاد تأسلميهم، مع ان دول ولادي. انا بخونك تحافظ عليهم، دول ولادي. الاستاذه اللي بتتكلم ايه؟ ثواني يا نهى، الله يبارك لك. ثواني لا بقول ولادي، انا بتقول ولادها، ولادها مش من حقهم يتحفظ عليها، وده حقيقه. بس ثواني انا بالاخر انا بخونك، انت هتاخديهم تاسلميهم، ان استني السن بتاعهم لتغيير الدين وساعتها بشريهم زي ما انت عايزه، او اودعيهم للاسلام زي ما انت عايزه. سن تغيير الدين 18 سنه، فهم انا من حق، انا هو انا الايمان قلت لك لا انا عندي غيره على ديني، اضمن منين ان انت مش هتاسلميهم؟ دول اطفال. وتضمني مني قبل كده لما غار، لما انا حكيت لك القصه دي، لما بنتي كانت صغيره كان عندي جارتي مسلمه كانت بتفرش السجاده وتصلي، فكانت بنتي لسه 3 سنين ما تعرفش حاجه، فكانت بتفرش الفوطه جنب منها وتصلي. فلما باباهم شاف القصه دي قال لي الولاد دول ما يخشوش عند الحاجه تاني، هتعلمهم الصلاه، انت بتعلمي اولادك ايه والكلام ده كله. كانت الدماغ شوية مقفولة برضو، الفكر الصعيدي، وانت بتتكلمي في أسيوط انا اتصدمت بحكاية أسيوط دي. انا من الصعيدي والمسيحي والارثوذكسي والشماس والكلام ده كله، لا البنات ما يخشوش جوه، او البنت ما بين بنت واحدة. تمام. فانا انا متفهمة، كنت بقول لها تيتا حاجة بتصلي اكبر واحنا بنقول ابانا الذي، وفضلت افهم البنت، وابتديت اراعي وقت الصلاه ما دخلهاش، وقت بغير الصلاه بدخلها. الست خدت بالها فبقت تخلي بالها وهي بتصلي، فبقت تصلي في اوضه مقفوله عليها، وبانها في تيتا حاجه بيتها، يعني ما فيش حريه زي البيت العادي. فبقت الدنيا سنة في سنة لغايه لما ولادي كبروا، لغايه لما تيتا حاجه الله يرحمها وبترحمه على تيتا حاجه زي تيتا ماما. طيب بصي، احنا مش هنطلب الفكر اللي انا ربيت عليه ولادي تيتا حاجه وتيتا ماما، ويفتكروا طيب تيتا حاجه لغايه دلوقتي. طيب يا استاذه ايمان، هم صغيرين دلوقتي، ممكن حضراتكم تفهموهم ان انتوا صح وتمام. انا خايفه منك يا نهى. طيب اوكي، مش احنا اتفقنا ان احنا لازم نقول بصراحه انا خايفه منك، هتضمنيني منين؟
اوكي، تضمني منين حضرتك ان هو لما يكبر ويقرا عن الاسلام ما يسلمش بقناعه كامله؟ تضمني منين؟ لا يعني ايه؟ يعني لما يكبر وهو في بيته وفي قلب بيته وعند باباه وعند بابا يسوع وهو كل حاجه، ها، يقرا عن الاسلام ويسلم عن قناعه كامله زي ما امه عملت. كبرته وانا طب يعني كبرتك على ايدك؟ ربنا اكيد موجود، ربنا موجود والله موجود. عارفه لو اعتنق البوزية هو اعبد ماشي، اعبد حجر بس ما تضربنيش بيه. طب ليه مش سايبينهم براحتهم من صغرهم؟ ليه انتوا ما تحكوش وانا احكي وهم يقرروا؟ ليه الحجر عليهم؟ ليه الحجر العقود؟ هقول لك ليه، لان احنا قلنا العقد شريعه المتعاقدين. احنا دلوقتي بنتكلم في عقود، احنا دلوقتي مش بنتكلم في القانون، احنا دلوقتي بنتكلم في عقليات. في عقليات. انت انا مش عايزه ازبزب الطفل. مش زبزبه ولا حاجه. لا مش زبزبه، بالعكس الاطفال اذكياء جدا. وهنطلع عندنا ازدواجيه في شخصيه الاطفال، لانه انا شخصيا كايمان انا رافضه ان الطفل يعتنق اي دين قبل ما يوعي. وانا كمان رافضه. الادفانتست فيهم ميزه، الادفانتست ان هو بيرنموا الاطفال وبيكبروا جوه الكنيسه ومش عارف ايه، بس ما بيتعمدوش غير عن سن 18 سنه. انا مش ممكن اسال سؤال ديني، انا مش كلامي ديني خالص. ثواني يا نوى بعد اذنك. اتفضل. ممكن اسال سؤال؟ عندك ثلاث بنات لسه ما اتجوزوش؟ موجودين وقاعدين في بيتهم؟ ما تضمنوا منين ان ما فيش واحده منهم تحب واحد وتأسلف؟ طب وانا ما بعتش ليه حد بلطجي لبنتك؟ ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. الامر ليس ببعيد وكثير. أيوة. لم تغب كفر الله العظيم. فهي منذ امد منذ أمد ليس ببعيد كانت مع جاراها. المقصد مش في حكاية الدين. أنا ما أعرفش أنتوا ليه مصرين تدينوا القصة برغم أن القصة ليست دينية. القصة أنتوا حاطينها دينية بالرغم من أن موضوع مريم أيوب وموضوع سماح أيوب مع جوزها ملهاش علاقة بالدين. هو زوج معتدي على زوجته وأخت مراته ودنيتهم، والقصه اصلا ما فيش. وانا ادنته بنفسي معي. انا ادنته لان حتى اللي كان مسلم وبيعمل كده احنا مش عايزينه. يا سيدتي فكك بس من كلمه عايزينه ولا مش عاوزينه، احنا هنا بنتكلم فين؟ في جزئيه اهم من كده. ايه هي؟ ان احنا بنتكلم انسانيه. الدين مكانه هنا في القلب. دينك هشوفه في حياتك. وانا بصراحه اللي بشوفه من القبط ومن الاساتذه اللي مدعيين انه يمسكوا عقول وبتاع ويعملوا ان هم امسكوهم براحتكم هم صغيرين، مسيرهم يكبروا ويسالوا ويعرفوا. من غير ما ناخد الموضوع بصيغه، احنا بنتكلم دلوقتي بجزئيه ام من حقها. معلش اسمعيني، احنا بنتكلم في ام من حقها تشوف عيالها. تنازلنا عن نقطة القانون اللي الأب تغافل عنها لمدة 3 أعوام. أيوة، في دار أيتام، في دور أيتام، كذا دور، من دار لدور. أيتام دورز. في دور yes. ومنهم اللي في شبرا ومنهم اللي في مصر الجديدة ومنهم اللي مش عارف في الزيتون، وإحنا متابعين القصة. لكن القصة إيه بقى؟ إنه ما راحش يكلف نفسه إنه يرفع استئناف. ما راحش طعن في أخلاق مراته. قروني ما راحش جاب محامي جدع. ليه؟ لان القصه مش عايزها من المحامي، هو عايزها كده. مضطهدين عشان يلم عليهم فلوس، يفضلوا بالشكل ده. وفي نفس الوقت ما راحش عمل محضر ضد الاستاذه غاده سابقا ونوع حاليا ان هي تحاول بتتعدى على الثلاث بنات وانه عمل لها محضر. ما حصلش، ما عملش، ما جابش فيك. طبعا هيجيب اليومين دول. اديني قلت ثانيه واحده. فالقصه اذا ايه؟ اذا ان الشخص ده مستمتع فري، معاه 3 عرايس بيخدموا نفسهم بنفسهم وهو مش شايل مشكله.
وهو احنا عارفين ان لما يكون الاسره في ظروف زي كده والولاد في ملجا هو كمان بياخد معونه. مش هنهزر بقى على بعض بقى ونقول انه ما بياخدش. ايجادهم ايداعهم في ملاجئ انت كده بتموت حته الابوه والاتصال. العيال دي بتنام مع ناس بتنام وهم عندهم اب وام. احنا كل اللي طالبينه مش ان مدام نوع تحتويهم وترجع لهم وتراعيهم، لا، محتاجين ان هي تكون بتراقبهم بتشوفهم مره في الشهر. هتجيب لهم بس هدايا، مفيش هدايا دينيه، هتتفتش كانها داخله جواتيمالا باين، بس كانها جايبه مرض فتاك. لكن هنقول ان هي تجيب اكل، تسيب لهم قرشين عشان يحسوا ان هم ليهم ام، وعشان تلحلح السيد الزوج ان هو كمان يصرف بدل ما هو نتن. ليه؟ عايز اقول اللي انا بسمعه مش من نهى من اشخاص تانية. خلينا في المفيد. ام عايزه تشوف عيالها. انتوا بتطلعوا كل شويه تتشدقوا ان انتوا ليبراليين وان انتوا ناس انسانيين وكاده وان انتوا ناس مشاعر مرهفه وكاده. خلاص اوكي، يلا بقى ورونا الست دي الوحشه دي اللي هي عدوتكم وانتوا عملتوها عدوتكم. ورونا بقى مع ان احبوا اعدائكم. ما حدش بقى يتكلم عن اعدائكم من فضلكم. ما احنا بنتكلم في كده. واحده من اعدائكم اللي انتوا عملتوها برغم ان هي ما تكنش اي عداوه فيكم، انتوا عملتوها عدوه عشان بقت خدت طريق مختلف، وده المفروض حريتها الذي يكفلها لها الدستور والقانون والانجيل نفسه كمان. فالمفروض تدوها طريق ان هي تتقابل. مش يمكن ايمان طفل صغير ولا تشوف معجزه ولا تشوف جاي دي. ليه لا؟ ليه لا؟ ممكن طبعا. انا بتكلم ب ب ب ب يعني من مصادر القصص اللي بتتحكي لنا، فبنتكلم على القصص دي. مش يمكن ولا انتوا مش عايزينها؟ خلاص اعلنتوا التنازل عنها، مش عايزينها يعني. حتى لو المسيح طلبها نقول له عايز. ما واحده بتقول لك نهى غدا ملهاش وجود، غدا ماتت، بتموتني وانا على وش الدنيا. يا سيدتي غدا ماتت، غدا باتت، غدا في الفرن، غدا هتطلع بعد خمس دقايق. ده كلامهم هي موجوده وربنا بيتكلم. ولمعلوماتكم بس مصطلح الاحوال المدنيه، ثواني انت يعني اول نقطه بس. الاي دي الاي دي الاي دي الحته اللي ورا اللي عامله زي السيريال نمبر دي، والباسبور الحته اللي تحت دي، الحتت دي فيها انها غادة فيليب، غادة صابر فيليب، متحوله للاسلام تحت اسم كذا. الاحكام الجنائيه عليها لا شيء. حاله الحاله اللي بتاعت الزوج لا شيء. موجود فيها الكلام ده؟